بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر استاذ دكتورات الدنيا الجمعية الشرعية على دعوتك الكريمة. الحاجة التانية الحقيقة أنا حظي عسر جدا يعني إن يجي التوك بتاعتي بعد استاذ دكتور أحمد الفليدي. فيعني هيبقى الحوار صعب، لكن أكيد الواحد لما بياخد حاجة حلوة كتير كده وبعدين بالآخر بيبقى محتاج لحد بنشتغل. الميكرو انفايرمنت من الحاجات المهمة قوي، والحقيقة يعني أنا مش هقدر أغطي كل البوينتس أو الفاكتورز الموجودة حوالين أي بيبي في أي محضن أو يونت، لكن انا احاول يعني استرس على حاجات براكتيكال جدا وحاجات مهمه منعها سهل والتحرك من خلالها سهل جدا، ومش هتحتاج اي امكانيات اكتر من بعض السلوكيات وبعض الحاجات اللي نتجنبها ونخلي بالنا منها. الحاجات الثانيه الموضوع يعني مش ميديسن بس، ان انا هدي اي في فلويدز وهدي فنتليشن وهدي بلاد وهدي انتيبيوتكس وهدي دراجز، في حاجات ثانيه حوالين البيبي مهمه وبتفرق على فكره جدا في الاوت كام بتاعه، وبالتالي الموضوع مهم جدا ان احنا نخلي بالنا منه لانها حاجات بسيطه. يعني هو طبعا الرعايه الطبيه مهمه جدا جدا، بس الفاكتورز اللي حوالين الرعايه دي ممكن كل اللي انت تعمله يتهد بتصرف مش صح او بحاجه غلط من اللي بتتعمل وتاثر جدا. طبعا يعني اي بيبي اتولد هو عباره عن السيستمز بتاعته كلها جينيتكس، الجينيتكس دي هي اللي وصلته للمرحله النهائيه بتاعته، الوظائف والاداء الوظيفي، لكن في النهايه الجينيتكس مش هي لوحدها بتلعب دور، الانفايرمنت مهمه جدا، وفي معظم الامراض وفي معظم المشاكل الطبيه هتلاقوا الانفايرمنتال فاكتور مهمه جدا في التاثير السلبي بعد كده. الطفل المفروض ان هو البري تيرم قبل ما في الثيرد تريمستر بيبتدي الفانكشن بتاعته والوظائف بتاعته تتحسن جدا، وبيبتدي بيحصل له مرحله ترانزيشن خلاص هيبتدي ينزل، وبالتالي المفروض ان هو بيؤهل للنزول دوت. ده اللي بيفقده، ده بيفقد جزء جدا من التطور بتاعه في السيستمز والماتوريشن على اساس ان هو اتولد بدري. وفي نفس الوقت المشكله الثانيه والمهمه قوي ان هو هيقضي الكلام ده في مكان قد يكون غير مناسب. يعني على الاقل النقطه اللي نبتدي بيها الحوار في البرزنتيشن ان احنا نخلي بالنا من حاجه مهمه، هو انترا يوتراين كان ليه ظروف معينه عايش فيها، الظروف دي ان ما قدرناش نحققها له ما نبقاش ضدها، لا ده بالعكس ده احنا ممكن نبقى ضدها ونبقى ضدها قوي. يعني هو انترا يوتراين مثلا نير داركنس نو ساوندز كذا، انا ممكن ابقى العكس تماما، يعني مش مجرد ان انا ما بعملش الاصوات ولا الاضاءه، لا لا ده انا بدي صوت واضاءه عكس ما هو متوقع وعكس ما هو مطلوب، وبالتالي ان لم اكن معه لا اكن عليه. بمعنى ايه الكلام ده؟ اللي انا مش قادر اعمله له على الاقل امنعه، ما اعملوش، ولو عملته ما يبقاش بالقسوه اللي موجوده او بالحاجات اللي هنشوفها. ودي النقطه مهمه، الترانزيشن مهم جدا، الفتره دي فتره حساسه هو بيقضيها عندنا في اليونت، وهو بيقضيها لازم اخلي بالي جدا جدا من الاحداث اللي حواليه ومن المؤثرات السلبيه اللي هي المفروض كانت تتوفر له انترا يوتراين في المرحله اللي هو فيها. هو انترا يوتراين الجو حواليك شنايد، يعني مفيش اي حاجه بتضايقه، الحركه بتاعته حركه عاديه، هو واخد راحته، مفيش حاجه بتضغط عليه، ثيرمال كومفورت، ما عندوش اي مشاكل من الحراره، الووتر سنسبل الووتر لوس بتاعه مفيش زيرو، الانسنسبل ووتر لوس، الشيلدد فروم لايت، برضه بروتكتد من الساوند، ايكمو، اوبتيمال اكسكريشن، ايزوليشن من السبسس، بارنتال نيوتريشن، كل حاجه متوفره له، كل حاجه متوفره له. احنا هنحاول نحاكي هذا الامر في الفتره اللي هيقعدها معانا اسبوع اسبوعين شهر، على الاقل نحاكيها تقريبا، لان مش هنقدر نوصل ل 100% ودي الرساله، لكن اذا ما قدرتش اوصل للرقم ده ما بقاش عكسه تماما، لان هو العكس اللي ممكن يعمل معايا مشكله. انا دايما وانا بمر او اي حد بيمر انت بتبص على الساينز بتاعت الستريس بتاعت البيبي، الفيتال ساينز بتاعته، الاكسجين ساتوريشن، الكالر، الموتلينج، الحاجات دي مهمه قوي، لان ده هتقول لك ان هو مش مرتاح او عنده مشكله، هتبتدي تدور المشكله دي ميديكال، المشكله دي انفايرمنتال، المشكله ايفن حتى درجه الحراره حواليه مش متظبطه، هو عنده مشكله، يبقى انا عندي الساينز والسيمتومز بتاعت الستريس المفروض ان انا بخلي بالي منها على اساس ان هو ستيبل. مش ستيبل هتلاقي الساتوريشن مش مظبوط، هتلاقي فيه موتلينج، هتلاقي الكرر متغير، هتلاقي فيه كراينج اريتابيليتي، ده بتنبهك ان في مشكله، ما تستناش بقى ان المشكله تكبر او تزيد وما تقولش ان في مشكله ثانيه، لا لازم توصل لسبب، وبعد ما تحل المشكله والسبب تلاقيه ارتاح في الـ في الـ في, الـ في الوحده. من الحاجات المهمه قوي 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 وهنركز عليها النهارده ولو طلعنا والمحاضره كلها بالموضوع ده، النويز والساوندز في الانفايرمنتال. النويز والساوندز من الحاجات المهمه قوي. الحقيقه الاستاذ دكتور محمد خشبه كان قبل كده اتكلم في نفس المواضيع يمكن نفس المحاضره، والحقيقه من الحاجات المهمه جدا، مفيش يونت
محترمه بيبقى عندها المشاكل. المشاكل دي مهمه جدا 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 جدا. المشاكل دي زي ما دكتور الاستاذ دكتور احمد بيدي اتكلم في الكوميونيكيشن سكيلز، وانت ازاي بتتعامل وازاي، لان ده بيعملك ممكن تتعب طول النهار والليل، وفي الاخر يجي حد يكلمك كلمه او يضايقك او يتهجم عليك او بتاع بسبب مجرد كلمه او كوميونيكيشن مش مظبوط. الساوند مهم قوي، النويز مهم قوي، وهنشوف ليه وهنشوف ازاي. انا بس عايز اسمعكم كده، انا وانا بعمل برزنتيشن قعدت دورت على اي سورس يكون فيه الانترا انكيوبيتور ساوندز حد مسجلها. التسجيلات دي لايف من حضانات من جواها موجوده، وممكن اديكم السورس بتاعها. هسمعكم بس البيبي وهو جوه الحضانه بيسمع ايه. نسمع كده. هارت ريت عادي خالص، المونيتور شغال عادي مفيش اي مشكله خالص. اوكي نسمع بقى اللي بعده. بدا يحصل شويه ايرجولاريتي. اوكي ماشي. نسمع اللي بعده. الفنتليتور عادي، الكمبريسور شغال، صوته سوفت شويه مش مزعج قوي تمام. لكن نسمع كده بقى السباب. السباب الكمبريشن فيه اقوى، الصوت فيه اعلى، فممكن يبقى اقوى شويه. كل ده برضو جوه الحضانه. طب نسمع كده. حد عارف ده ايه؟ ده ايه؟ الكف بتاعت البلاد بريشر. الجهاز شغال بينفخ عشان يقيس البلاد بريشر، او انا بنفخ وبعدين بيعمل ديفليشن. انفليشن ديفليشن ده الصوت تمام كده. طب اسمعوا دي بعد اذنكم كده. ده ايه؟ ده ايه؟ خلصت الكف اللزقه وهي بتتشال. طب ايه رايكم لما نعمل كده ونشوف الطفل بيسمع ايه؟ انا هسيبها بس ثواني، خلي بالكم بقى الاصوات دي هيسمعها 24 ساعه في السبع ايام في الشهر اللي هيقعدوا في الحضانه. تخيلوا احنا اتضايقنا شويه من الصوت، والصوت ده متسجل من جوه الحضانه. تخيل المشكله مش في كده، المشكله ان في حاجات مهمه ممكن نحتاجها كالارم. لان انا مشغل الالارم ليه؟ عشان النيرس تخلي بالها، ولو حصل ان الصوت اختلف، سواء الصوت اختلف في التون او في الريت او في كذا، هتتنبه وكده. في اماكن كتيره جدا وحدات بتشوف حل للكلام ده. الحل سهل جدا، ممكن اعمل المونيتورز مركزيه بعيد عن الحضانه نفسها، وفي حد قاعد متابع وحد قاعد مصحصح ومتابع. مفيش داعي ان انا اشغل الاصوات، مفيش داعي ان الاصوات تتسمع بالكم ده والوقت ده كل ده في وقت واحد، لان ده صعب. مفيش داعي ان انا اعمل كل ده في اوقات مختلفه، بحيث ان انا يبقى بيسمع اكتر من صوت في وقت واحد بازعاج تام. حتى وفي بروسيجر كمان شغاله معايا يعني. الامريكان اكاديمي حطت ليميت لموضوع الساوند، شدة الصوت نفسها اللي المفروض يتعرض ليها البيبي، ما تتعديش باي حال من الاحوال 45 ديسيبل. اوكي انا بس عشان نعرف يعني ايه 45 ديسيبل، او الصوت ال 45 ده تقديره قد ايه، لازم نقارنه بحاجه احنا نعرفها. الطياره الانجن بتاعتها 130 ديسيبل، الانجن اللي الناس كلها بتحط سماعات وحاجات 130. لو حد بيحب يروح ديسكو او حاجه، الروك ميوزك 120. الترافيك الهيفي ترافيك صلاح سالم وخلافه والحتت السفر وكده 80 90. البليسنج بوت الانكيبيتور 84، يعني انا بس مجرد رضعته والنيرس واقفه وراحت رازعه الببرونه على الحضانه 84. وفي ناس بتتكلم في ارقام ثانيه في دراسات ثانيه فوق ال 100 وال 200. اوكي الويسبر لو انا بتكلم بصوت هادي كده بتاع 30، وده المطلوب يعني. طيب دي دراسه الحقيقه جامعه الازهر قد سبق فيها وعملتها، والدراسه دي كانت قايسين الفاكتورز بتاعت النويز في اليونت عندهم على ثلاث مجموعات خلال يوم واحد. والحقيقه هم كانوا بيشوفوا الانكيوبيتور صوته عامل قد ايه، الالارم صوته ازاي، النيرسز والدكتور والاير كونديشن والدور انكيوبيتور والدور في نيكيو والتليفون. اوكي نشوف بقى النتائج طلعت ازاي. اعلى صوت كان فيهم دور باب الحضانه، واضح ان باب الحضانه اللي هي اليونت نفسها الباب الخارجي كان فيه تزييق او كان فيه مشكله جامده، وصوت عالي جدا ابطو 81، يعني ضعف اللي احنا عايزينه. طب باب الحضانه ده ايه؟ ده زيت شحم حاجه مش حاجه يعني. وده اعلى مؤثر سلبي كان موجود. يليه التليفون. التليفون طبعا احنا عندنا مشكله اكبر دلوقتي، التليفونات اللي هي العاديه اوكي ممكن اخليه مافلد الصوت، ممكن اركنه، ممكن دلوقتي في الموبايلات، والموبايلات مشكله. 90% من النيرسز في مصر الموبايل تحت الطرحه وهي بتشتغل مع الطفل. 90% يعني، ده هي كمان ايه، مش مجرد انها بترد على التليفون او لا لا، ده هي حطاه وشغاله بيأذيها وبيقص الطفل وبيأثر على الاجهزه وبيلخبط الدنيا. المفروض اليونتس كلها ما يبقاش فيها الموبايل يدخل. الثالثه الدكاتره، الصوت بتاع الدكاتره وبتاع النيرسز.
وفي مشكله كبيره جدا. احنا ليه بنقف جنبه وهي عامله حاجه غلط هعاتبها او هوجهها وازعق لها جنب البيبي؟ او انا بمر كاستاذ او كونسلتنت ومعايا النواب ومعايا الناس، ليه نخلي المرور فوق الحضانه؟ طب ما احنا نمشي نعمل الملاحظات بتاعتنا ونروح الاوضه بعد كده بتاعت الاجتماعات والمحاضرات نكتب فيها اللي احنا عايزينه ونتكلم مع بعض ونزعق لبعض ونبهدل بعض، مفيش مشكله. لكن ما يبقاش الكلام ده في اليونت، ما يبقاش فوق الحضانه، ما يبقاش حوالين الناس، ملوش اي لازمه. الحاجه الثانيه، احنا الجهاز اللي شفناه اللي فات ده كان مهم جدا، ان احنا يعني معظم اليونتس ما يبقاش عندها جهاز يقيس ليه شده الصوت. ويعني الجامعات الشرعيه بالجامعات الرائده اهو عندهم 27 وحده و1000 حضانه، ممكن كل مجموعه حضانات تتربط على زي انا بعمل انفكشن كنترول جروب، اعمل انفكشن كنترول جروب واعمل الانفايرمنتال فاكتورز، جهاز موجود ويقيس واشوف اي يونت عندها مشكله في ايه في الصوت واحدد الليفل ونبتدي نتعامل، وده ممكن يفرق معانا كتير بعد كده. تمام. طيب هنخش على الانترفنشن. الموضوع بسيط جدا، ما هو الفكره في ايه؟ ان احنا حددنا ظاهره، الظاهره حلها خطوات بسيطه ما فيهاش اي تكلفه، ما فيهاش اي حاجه، هي عباره عن سلوكيات وبعض الحاجات هتتعمل. اهمها ان انا هحاول اقلل الصوت بتاع المونيتور، لان المونيتور يبقى مركزي او مالوش صوت او نخلي حد مركز معاه، ما فيش داعي للصوت، لان ممكن يبقى اربع خمس حضانات باربعه مونيتور شغالين في وقت واحد عاملين صوت عالي. طب لما المونيتور بقى خلاص مش قادر اعمل حاجه وحاله كريتيكال قوي عمل الارم، مفيش داعي ان انا ابقى ليزي قوي وعلى ما اروح وعلى ما اسيب اللي في ايدي وبتاع، يكون يعني لو في الارم معين ظهر من الحضانه او فيوجن بامب خلصت حضانه فيها حراره مش مظبوطه هتبتدي تعمل الارم، ده غير بقى المونيتور كمان. طب ما انا بسرعه اروح ابص وبرده ابص اشوف ايه المشكله حلها، مش مجرد ان انا الغي الصوت، لان كتير من النيرسز بيعملوا كده مجرد بس انها توقف الصوت وما تعرفش هي كان سبب الارم ايه. لا، الارم هقفله واشوف سببه ايه وده يخلص الموضوع. احنا قلنا برضو الراونز والريبورتس والتقرير وكل الكلام يبقى بعيد عن الاطفال، ولو هضطر اتكلم او اوجه يبقى سوفت فويس. انا في الحته دي التشبيه الوحيد اللي اقدر اقوله، لو واحده بتنيم ابنها وتعبت طول النهار انها تنيمه وفجاه نام وعايزه تطلع من الاوضه بتعمل ايه؟ هتتسحب. احنا عايزين مش نتسحب يعني، بس على الاقل مفيش داعي، على الاقل لو حد مضطر في استدعاء او واحده جت، لان كله بيلبس كروكس او بيلبس شوز، لكن ممكن حد يجيب كعب، محدش يمسك بالذات ممكن السكرتاريه مثلا مش التمريض او كده، مفيش داعي الكعب جوه الحضانه او صوت يطرقع او صوت يعمل صوت، ما الصوت ده قياساته عاليه بتعمل مشاكل مع الاطفال. اوكي، الصوت هحاول على قد ما اقدر اقلله، والحركه لو انا بتحرك ما اتحركش فجاه، ما اخبطش على الحضانه، ما احطش حاجه عليها، برضو في المرور للتشارتس بتاعت الحضانه، ما هو البوتل بتاع بعد ما يرضع انا ساعات بحطها فوق الحضانه وانا بحطها برزع، الحضانه جهاز مجوف بيعمل تردد اعلى بيضايقه ماشي، التشارت نفسه التشارت بيتحط في الحضانه بيخبط الخطه بتاعته تعدي ال 100 ديسيبل اللي هو مش هيستحمل 45. اوكي، طيب الكفر بتاع الانكيوبيترز ده مهم جدا لانه بيقلل معانا الصوت وبيقلل الضوء اللي هنتكلم عليه بعد كده وبيفرق معانا جدا جدا، والكفرز موجوده وهوريكم اشكالها، والكفرز دي ممكن تتعمل في الاوقات اللي ما فيهاش شغل وممكن تتعمل في الاوقات اللي فيها شغل، فيها بعضها بيبقى ليه يعني زي باب او فتحه يتعمل منها الشغل كله مفيش اي مشكله. الاكويبمنت اللي موجوده حتى الكراسي في بتبقى زي لزقات كده اللي هي بتقلل شويه من الاحتكاك، ممكن لو اي وحده بالذات ان في هايت شيرز بتبقى موجوده جنب الحضانات للنيرسز والامهات والرعايه، بيبقى قاعد حد بيشتغل مع البيبي فقاعد على الكرسي، بعد ما ينزل بقى من على الكرسي ويتحرك بيروح جره، الجره دي لوحدها ممكن تعمل لها مثلا 150 ديسيبل مثلا. يعني احاول على قد ما اقدر اخلي الكراسي كلها على فكره حاجات اهي براكتيكال ما فيهاش اي تكلفه سهله جدا، سلوك بس نخلي بالنا منه. الستاف جنريتد نويز ما فيش مشكله احنا اتكلمنا عليها، البريبريشن بتاع الميديكيشن والفيدنج ماشي، المفروض ان احنا في حته ثانيه خالص، التنفيذ عند الطفل مفيش داعي برضه يبقى جنبه، مفيش داعي ان تبقى في ايه، ابواب الحضانه فتحها وقفلها، انا فتحت اشتغلت بقفل مفيش داعي ارزع لان الصوت برضه بيضايقه. اوكي، لازم يبقى في ليميتس في كل وحده ما تخطهاش، ولازم كل فتره بعمل ري ايفالويشن للصوت. مهم قوي البابلز اللي بتبقى موجوده في السيركت بتاع السباب وبتاع الفنتليتور، البابلز بتعمل صوت عالي جدا 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 لدرجه انت وانت قاعد بعيد هتبتدي تسمع صوت الرورنج بتاعها، مجرد ان هي يبتدي يبقى فيه بابلز سهل قوي ان انا افتح السيركت وافضي الميه الزياده. طب هل في اصوات بقى مفيده للطفل؟ اه، صوت مامته طبعا هو انتريوتراين بيسمعه بيبقى بعيد بس سامعه، صوت الانتستين، صوت البلود فيزلز، يعني الاصوات دي ممكن تهديه جدا، في ناس جربت انها تعمل ريكوردنج لاصوات الام وتحطها في نتائج كويسه عليها. لو انا بهدهده او بغني له او كذا، اوكي، في ميوزك سوفت ميوزك في ناس اتكلمت عليها، في ناس عملت ميوزك صوت الهارت بيت نفسها ريحتهم، الاصوات دي قد تكون مفيده بس برضه في الليميتس بتاع ال 45 ديسيبل.
اللايت وحدة قياسه لإما باللوكس أو بإما الفوت كاندل. الأمريكان أكاديمي حددت 60 فوت كاندل اللي هي 646 لوكس، دي اللي هي شدة الضوء. وبرضو ليه جهاز يقيسه، ليه جهاز يقيسه. احنا مشكلتنا مع الضوء مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان البيبي انتروتراين نير داركنس، مش شايف اي حاجه، الاضاءه ضعيفه، ما بتوصلوش اصلا اضاءه، ما فيش خالص داركنس. اوكي، وبالتالي هو لما يتعرض لضوء ماشي احنا سامحين له بليفل، بس الليفل ده ما يبقاش العكس، يعني ما يبقاش الليفل نفسه واعلى منه وثلاث اضعاف وعشر اضعاف، حرام. تمام، بالذات في البريترم. طبعا النيكيو عموما فيها اضاءات كتيره، ما فيش نيكيو، ما فيش واحده مش منوره النور زياده. والنور ده مش مجرد انه موجود، كمان ده كونتينوس طول الوقت، وطول الوقت شغال ماشي. والرينج اللي متقاس تقريبا في بعض الوحدات او معظمها من 50 ل 150، واحنا محتاجين 60، فده عالي شويه. اوكي، طيب لو انا بعمل بقى بروسيجر، انا بركب كانولا، بركب تيوب، انا واخده على ريسيتيتور وشغال، بتوصل كام بقى قوه شده الضوء نفسها؟ 200 400 فوت كاندل. 200 400 احنا بنتكلم في 60، يعني احنا ضربنا في كام؟ ضربنا في كتير كتير، 400 كتير. تمام، طب اقدر اعمل حاجه؟ ليها حلول هنحاول نحلها علشان ما يبقاش التاثير كده. اول حاجه احنا هنحاول نحافظ على السيف ليفل. تملي انا حاطط في دماغي ان الصوت والضوء وكذا ده مؤذي، وانه هياخر خروجه، وانه هيزود لي المشاكل، وانه مش هيحصل ماتوريشن كويس، لان هو لما يحصل له ماتوريشن كويس بسرعه مش هيقعد الستي بتاعه كتير، هيخرج مني بدري. العوامل دي مهمه جنب العلاج، مش العلاج بس. اوكي، طيب هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل شيرنج او نغطي الانكيوبيتورز، وهوريكم الاغطيه بتاعتهم بتتعامل ازاي ماشي. ولو هعمل بروسيجر معينه يا ريت نستخدم سبوت لايتس، يعني انا مثلا بركب كانولا بعمل حاجة. ما فيش مانع ان انا ممكن اصلا ممكن اقعد في الكانولا 10 دقائق ربع ساعه، في مشكله مش قادر اجيب وريد او حاجه، مفيش داعي بقى الاضاءه المبهره في كل المكان وعلى عينيه وعلى جسمه وعلى كله. طب ما انا اشتغل على المكان الايد او الرجل اللي انا شغال فيها بالراحه بسبوت لايت. الاي كفرز ممكن نوصل ان احنا في البريترم ان احنا نحطها باستمرار من غير فوت او حاجه، لان انا مش عايزه برضه ان هو يعيش بنفس، لان هو برضه احنا قلنا هو نير داركنس، مش محتاج اضاءه خالص، محتاج ان هو ما يشوفش اي اضاءه في الفتره الاولانيه. لو الوحده فيها ناتشرال لايت، يعني بيخشها اضاءه طبيعيه افضل من الاضاءه الثانيه الصناعيه، وده افضل كتير، لكن مش شمس مباشره طبعا عشان درجه الحراره والحضانات. ماشي، طيب ده المنظر بتاع الشيلدز نفسها والاغطيه. ولو تلاحظوا الناس اللي موجوده هنا كلهم جدات او حاجات زي كده، ودي المجتمع المدني عندهم بره، هم يعني ما بيصدقوا ان هم يطلبوا منهم حاجه، هم بيتعامل المنظر بتاع الاغطيه دي وبتبتدي تتحط. وفي منها اشكال كتيره، يعني لو لاحظتوا الاشكال اللي زي هنا كده، في باب اهو وهي متغطيه ممكن نشتغل منه، مع طبعا ملاحظه البيبي جوه او مع المونيتور شغال او، لكن الحاجات دي لطيفه جدا. هتقدر تعمل لي مافل للصوت، هتقدر تعمل لي مافل لللايتس، ودي بسيطه تتعقم وتتخش وتخش الوحده، مفيش اي مشكله خالص، دي حاجات بسيطه يعني، ومنظرها لطيف وممكن يبقى عامله شكل في المكان. من الحاجات المهمه قوي برضو الكلاستر كير سبورت بالنسبه للريكفري والسليب، ان انا لما اجي اعمل شغل مع بروسيجرز معينه او كده، يفضل ان انا التايم ده يبقى كله متجمع في وقت واحد، ان انا مثلا بركب كانولا وبرضع في نفس الوقت، وفي عنده بيغير وفي، مفيش داعي ان انا اعمل ديستربنس وانتربشن كل شويه، ان انا هعمل ده وده وده. احاول على قد ما اقدر يبقى البلان بتاعتي ان انا مجمع التوقيت، علشان بعد ما اخلص نص ساعه ربع ساعه الشغل بتاعي ادي له ساعه ساعتين بس، يبقى فاصل شويه نايم شويه، لان الديفلوبمنت سي ان اس الديفلوبمنت بتاعه ما بيجيش الا ديورنج سليبنج. مهم قوي 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 ان هو ينام، يبقى الديفلوبمنت بتاعه احسن، مش هيقعد عندي في الوحده كتير، هيبقى افضل. لكن طول ما هو قاعد اضاءه عاليه، صوت عالي، عمال يتشكشك، عمال، طب هو يعني هيديك ويت جين ازاي؟ هيديك ديفلوبمنت ازاي؟ هيتغير ازاي؟ بالاضافه للعلاج كمان، ده هو عنده كمان مشكله، يعني مجرد مش الناتشر ديفلوبمنت. يبقى زي ما رجعنا وقلنا في الاول، احنا قلنا اول الكلام ان احنا على الاقل لو ما عرفناش نوفر له الشهر اللي كان هيقعده انترايوتراين، ما بقاش عكسه تماما، يعني على الاقل انا بحاول اقرب منه، لكن احنا المشكله ان احنا لا، ده احنا مش بنوفره، ده احنا بنعمل عكس ما هو مطلوب تماما. اوكي، من الانفيرمنتال فاكتورز مهمه برضو البوزيشننج، والبوزيشننج بيفرق معانا جدا جدا جدا، بالذات في البريتر. اوكي، هو مهم جدا للريسبيراتوري ايفورت والريسبيراتوري فيسيولوجي بتاعه، البودي الينمنت بتاعه بيبقى مهم قوي، الديفورمنس اللي ممكن نتيجه النومه نفسها واللونج ستي، لانه هو هينام على ظهره او جنبه او كذا مده طويله جدا وهو بري تيرم، فممكن تبص تلاقي بدات الايد او الرجل او الراس او بتاع يحصل لها سام سورت اوف ديفيشن او ديفورمتي. ماشي، الطفل طريقه البوزيشن بتاعته والنوم بتدي له سيلف سوزنج، هو بيريحه جدا، ولدرجه ان هو لما هيبقى نايم كويس ومرتاح
وما عندوش في البوزيشن بتاعه مشكله، فما فيش مورو متكرر، ما فيش ريفلكسز عاليه، هيبقى برضو الريلاكسيشن بتاعه مهم، لان ده ممكن هينعكس عليه في الجروث بتاعه. وطريقه النوم ووضعها هتفرق معانا على حسب الجستيشنال ايدج بتاعه وديجري اوف اولنس، ولو في باراليتيك ايجنت واخدها او حاجه. طبعا الافضل بروم بوزيشن والسايد لاينج دول الحاجات المهمه قوي. النست لو في نست نعمل نست كويس جدا، على قد ما اقدر بعمل ميد لاين الينمنت، والهيد سبورت مهمه قوي، وافويد شويه حاجات في البوزيشن مهمه جدا، الهايبر اكستنشن اوف ذا نيك، الفريكوينت هيد تيرنينج رايت اند ليفت، واللو اكستريميتيز فروجنج بوزيشن، بالذات في بريتر ما بياخدوا فروج بوزيشن لوحدهم عشان الهايبوتينيا اللي عندهم. ماشي. وطبعا الدايفرز خلي بالنا، لان الدايفرز هم بيبقوا صغيرين قوي، ومعظم الدايفرز الموجوده بتبقى كبيره عليهم، للاسف لما بتتحط بتفتح رجلهم زياده وبتخليهم في بوزيشن مش مظبوط. انا عشان ما اطولش هنعد بسرعه، يعني دي اكتر من طريقه او اكتر من حاجه الاشكال وضع البوزيشن بما يريحه. بس في حاجه مهمه بس لالفت نظركم ليها، مهمه قوي، ان انت ممكن تعمل كل البوزيشن المريحه ليه، وكل ما تعمل بوزيشن تلاقيه رجع تاني للي هو كان عامله. لو هو بيعمل كده ما تحاولش تغير كتير. احيانا هو البوزيشن ده اللي بيريحه في الريسبيريشن، البوزيشن ده اللي بيريحه عنده ريفلكس، البوزيشن ده اللي مريحه في حاجات تانية هو حاسس بيها. فاذا كان هذا البوزيشن مش مؤدي المشاكل معاك من ناحيه الفايتال ساينز ومن ناحيه شكله، خلاص سيبه. يعني انا بقول ان هو هينام برون بوزيشن، بس هو كل ما اعمله كده يروح عامل نفسه. ويعني كلكم اشتغلتوا في وحدات وحضانات وشفتوا الاطفال بتعمل ايه، ده في ناس بتخش تحط ايديها تحت السرير، في واحد كانه قاعد على البحر، في اشكال، هو كل بيبي ليه ستايل كده. في لو انت حسيت ان هو بعد اللي احنا شرحناه ده هو مصمم على بوزيشن معين، خلاص طالما مش مؤدي ان هو يعمل له اي مضاعفات او اي مشكله. الهاندلنج احنا كنا لسه بنتكلم ان احنا بنحاول نعمل كوايت اورز، ان احنا بنحاول نريحه، مش كل شويه نشيل نلمس نغير نحط، لان مجرد ان انت بتعمل هاندلنج بري تيرم هتبص لاقي في تاكي كارديا، برادي كارديا، تاكيبنيا، ابنيا، ديساتوريشن، الكارر تشينج، هيكاب، مشكله التعامل الكتير، مشكله ان انا اديت تبقى ساعه قوي وانا داخل جوه الحضانه، مشكله وان انا كل شويه بقلب فيه او بغير له بامبرز او بعمل كانيولا او بحط محلول بالنيرسز بالذات. يعني برضو قد يكون معانا نيرسز او ما معناش احنا كنواب او كاخصائيين او استشاريين او اساتذه، المسج دي مهمه قوي الحقيقه. الكويت اور بروتوكول ده مهم قوي، ان انا ساعتها بعد ما عملت اي مانوفر او اي حاجه بسيبه ساعتين ثلاثه، مفيش نويز، مفيش لايت، على الاقل ساعتين يعني. ماشي. واحنا قلنا ان احنا بنعمل الكلاستر كير بيبقى في وقت معين مجمعين فيه كل الحاجه، ولازم الناس تبقى متعوده او واخد عليه. التاتش بقى غير الهاندلنج، الاطفال اقل من 30 اسبوع التاتش بالنسبه لهم بيبقى ستريسفول جدا، ما يستحبش قوي، لان في المرحله دي بيبقى الرياكشن والريفلكس بتاعته لسه مش قوي، والسكين لسه مش ديفلوبد اناف، ففي مشكله مع الاقل من 30 اسبوع. لكن الاطفال الاكبر من كده مفيش مشكله من التاتش، بالذات الكانجرو بوزيشن. والكانجرو كير من الحاجات اللي لها يعني بنفيتس كتيره، وممكن الام تعملها وممكن الاب يعملها. ماشي. وهي يعني الكانجرو بالذات من الحاجات اللي بتخلي البريست فيدنج افضل، بتخلي الفسيولوجي بتاع البيبي والاستابيليتي بتاعته افضل، اللي بتزود الماتيرنال كونفيدنت والبوندنج مع البيبي، وبتقلل الانفكشن ريت والكوست سيفنج. النون نيوتريتيف فيدنج، ودي من الحاجات المهمه قوي، الساكنج مهمه قوي. ليه؟ لان هي بتدي سوزنج وبتريليف البين وبتدي سام سورت اوف سوزنج للبيبي، وبالتالي احنا بنعملها على امتي بريست او باسيفاير بيمص فيها، ودي بتريحه جدا. وبتحسن لي حاجه قوي في البري تيرم اللي هو الساك سوالو كوردينيشن. الساك سوالو كوردينيشن طريقه اللي هو هيتعود عليها بعد كده لما يجي ديستشارج المص والرضاعه من بريست ميلك ومن بريست فيدنج من مامته، بتفرق معاه كتير جدا في النون نيوتريتيف فيدنج، من الحاجات المفيده قوي من الحاجات اللي حوالين الطفل. المالتي مودال ستيموليشن، الام وصوتها والنظره ليها بتفرق معاه جدا جدا، وبالتالي في مرحله معينه لو في وحدات بتدخل الامهات مفيش مشكله، عشان ما يعني نوفر في الوقت. البين مانجمنت على قد ما نقدر، على قد ما نقدر لازم ندرك ان هو بيحس وبيحس، لان كان في كلام زمان ان الباس واي بتاع البيت فيه مشكله. انا قربت اخلص خلاص. الاسكال انفايرمنت برضو من الحاجات المهمه جدا، ما فيش وحده ما عندهاش مشاكل من ناحيه الكاتاستروفي، من ناحيه النير ديس، من ناحيه الفيتاليتي. يمكن الدكتور احمد كان لسه بيتكلم في المواضيع دي. المفروض ان احنا من جوانا احنا الكوميونيكيشن مع الناس حاجه، وان احنا نراجع نفسنا حاجه ثانيه، في حاله حصل لها نير ديس، حاله حصل لها نير فيتاليتي، حاله ماتت فعلا، حاله على الفنتليتور والمفروض انها تتشال وهي برين ديس او لا مين، ففي شويه ايثكس كده وفي شويه حاجات كل وحده وكل مكان المفروض بيلتزم بيها. الرساله المهمه جدا، الاثنين دول هم دول اللي ممكن يكونوا كان عندك بري تيرم في الحضانه،
واحد في المستقبل هيبقى البايلوت، واحد هيبقى ترافيك كنترول، وانت هتركب الطياره فانت بتامن نفسك، هم دول اللي هيوصلوك بالطياره للامان. دول اللي كانوا في الحضانه، فالجول بتاعنا في المستقبل ان هم يبقوا عقليا ونفسيا وعضويا كويسين عشان يوصلوك بالسلام. الفيوتشر ايشوز يعني من الحاجات المهمه قوي برضو الكوبيدنج اللي بالنسبه للتوينز، الرعايه طبقا للكالتشر بتاع كل واحد بتفرق. تاثير بقى النيكيو على الهيلث وركر، دي المفروض انها تدرس برضو زي ما احنا اتكلمنا النيكيو على البيبي. طب الناس اللي شغاله دي تروح تحلم بالاصوات اللي احنا عملناها، بيحلم بالحاجات دي، بيحصل له مشاكل نفسيه، الكلام ده مهم. الايرلز تشارج هيتعمل له ايه؟ الخلاصه كونكلوجن النويز اكسبوجر النيكيو شود بي ايفالويتد روتينلي اند ريديوسد از ماتش از بوسبل، مهم قوي. النيو بورن وذ نيونيتال جوندس اند بري تيرم ماست بي، نخليهم على ابعد مكان موجود في اليونت على قد ما نقدر. وقلنا الدكتور والكير جيفر يخلي بالهم من اصواتهم والمرور ومن الدوشه اللي بيعملوها حوالين الحضانه، ويخلوا الكلام كله بعيد عن مكان الحضانه. الانكيوبيترز مهمة قوي ان هي يتراجع اي صوت بيصدر منها، صيانه بتتعمل لها، بتعمل لها فومز، البيبان بتعمل لها فومز على قد ما نقدر، النويز نحاول نقللها. في ستيتمنت كده بس هنقراه ونختم بعد اخر سلايد. ذا بريماتورلي بورن انفانت ميرج انتو هيكتيك كولد نويزي برايت انفايرمنتال فيلد ويز ميستيريس اكويبمنت اند بروبابلي باي ماسكد سترينجر هو تراي تو هيلب. Almost everything done to two or for the infant is painful and pain can be certainly felt, although it cannot be communicated. The infant who must have an endotracheal tube cannot cry and do not feed by mouth for weeks. His or her feet are slashed periodically for blood samples. The infant's respiratory roars away night and day, keeping his or her lung inflated and sustaining life. But what price? انا يشرفني ان انا ادعوكم ان شاء الله النيوتريشن دي هيبقى عندنا بورسعيد ان شاء الله يوم 27 فبراير الجاي، الريجستريشن فري. الحقيقه احنا معانا سبيكرز ايمننت خبراء في التغذيه في الاطفال، ان شاء الله تشرفونا. وهنكمل اليومين اللي بعدها 28 فبراير 1 مارس في اسماعيليه المؤتمر الخامس لطب اطفال بورسعيد. وثانك يو.